طبعا السنة هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد القرآن. غرنشي معشر الحق والاستقامة، من أنكر أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن، من أنكر السنة بأنها مع المصدر الثاني في التشريع قد أشرك. شيخ تفيش الناش كما رد القرآن شنتو لهذا وحدي يوم مسألته الدقي مغربلة الأحاديث الضعيفة والصحيحة وكذا، نرد الأمر لأهل الاختصاص وتعدي كل من هب ودب، ولو كان خريج جامعة نال على درجة الدكتوراه في الهندسة مرنين في الطب مغدني اللان، مادام اللي مختص في علم الشريعة تلاقي عامي بالنسبة للفقيه والمختص في الشريعة تحترم نفسك. لكن في عصر حتى هذا الأكاديمي ومن الأكاديمية احترام الاختصاصات، نقار ديما كن قمة في اختصاصك وقاعدة في اختصاص غيرك. همي مين يوض الموضوع عن الدين؟ كلنا رجال دين، قاعد الفقهاء قاعد سنت مسني قاعد فتا، لا فوضى، كان نعيش فوضى عارمة. حتى الوعاظ ربما يكون وعظ معنا شدو بدرسه بالصح للي أهل الفتوى ينقل عن مشايخه وسيلي يدفتا، أخليك من لحد لا علاقة له من قريب ولا من بعيد في موضوع الشرع فيما يتعلق طبعا بالتعامل مع الأدلة. وعليه ابن دم